سربي 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 كندير المونتاج الحلقه الجديده وبلاتي نعاود لك عليها بعدا نديرها في ستوري تايم ستوري تايم مع رشيد الوالي. من الحوايج اللي كيشجعوا الانسان انه يستمر في شي حاجه هو لما كيدير واحد الاشهار وكيطلب منه عام من بعد الكليون باش يدير له واحد اخر. بقى عندي كيفاش انني نقدر نفس الفكره نطولها نفس لي بيرسوناج هما اللي بقاو حاضرين. وهنا جاتني الفكره باش نمشيو في الكوميك جوسكو بو انه هاد الكوبل هذا غيتزادوا عنده ربعه ديال الاولاد بمعنى الكرش عامره والدار غادي تضيق. هنا كتجيني الفكره انه غندخلهم السبيطار. ففعلا مشينا صورنا في واحد العياده وكنشوفوا كيفاش امال داخله في اللحظات الاخيره ولكن غادي تدخل باش غادي تولد. المشكل هو انها غتولد الاول غتولد الثاني غتولد الثالث ولكن الرابع غترفض انها تخليه يخرج غتبقى حبسه راسها. ونبيل المتيوي كيقول لها غادي نديروا العمليه باسكو هادشي كل ما بغاش يديروا العمليه كتقول له بلاتي بلاتي بمعنى كتسنى شي حاجه توقع في حياتها. دونك انا لما كندخل الكلينيك ما كنحضرش معاها في الديبي كنقول لها بلاتي وكتقول لي يكون اربعه يكون اربعه. الناس ما كيعرفوش شنو هي يكون اربعه. فملي كتدخل كنلقاو انا ولدت ثلاثه وحبسه الرابع. دونك يكون اربعه شنو في اخر لحظه كنجي انا وهي مزيره كنفتح الباب وكنقول صافي بعد الدار اللي جرينا مع الشبيب اسكان ربحت فيها وجرينا دار كبر منها كتقول لي شحال فيها كنقول لها ثلاثه بيوت وكوزينه ما كتبغيش كتشد لي ودني كنقول لها لا اربعه وكوزينه كوزينه ولكن حيت هي باغا تسمع الرقم اربعه فديك الساعه كتسمح انه الولد يخرج وكنفرحوا بنت ولا ولد لا ساتيو بلاتي بلاتي نغنوا لك بصراحه كنا كنضحكوا وكنشعروا بالمتعه وخاصة إلا كنتي كدير شي حاجة كوميدية خصك أنت تكون أول واحد فرحان باش توصل السعادة ديالك. مرة أخرى عجبتني بزاف أمان لأنه أمال الأطراش كانت صابرة ومع السي محمد الكيخاط كيحمق على شي حاجة سميتها كيضحك كيعجبو كيقول لك أون غوفي كيحمق على هاد المسألة وأن أكتور ما كيبغيش يعاود بزاف هو جاي من المونتاج السي محمد الكيخاط أنا كتبقى فيا ولكن جو سيد دون زون طون لأننا بغينا نخرجوا لقطات زوينة فتعذبات وكنعقل حضرة مرت خويا هشام حضرة أختي حورية حتى هي دونك باش نرجع لك انا كيعجبني نخدمهم فاميلي لانه كاينين الناس تقنيين كل شيء اللي كيكونوا حاضرين ولكن كاين شي وجوه كنتفائل بها وكنبغي نكون محاط بواحد الجو ديال المحبه. شعري انا كنسربي شوف يكونوا اربعه يكونوا اربعه شعري باقي واحد نو غنديروا العملية تعيجي راجلي صافي بعد الدار اللي كنا شرينا من عند الشعبي الإسكان وربحت فيها وشريت واحدة كبر منها من عند من؟ من عند الشعبي الإسكان وفيها ثلاثة بيوت وبيت نعاس كيفاش؟ أربعة وكوزينة خويا فين الشعبي الإسكان؟ الشعبي الإسكان في كل مكان